بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الجيومتريك سيريز. امتى بنسميها جيومتريك سيريز وامتى بتكون نوت جيومتريك سيريز، وايش الديفرنس بينها وبين اي سيريز تانية؟ اول شيء في لها طريقة معينة لكتابتها، اللي هي انه نقول sum لا a or to the n where a and or belongs to the real numbers. بدهم يكونوا real numbers، اعداد حقيقية. خلينا ناخذ example. مثلا عندنا السم من n بتساوي صفر للانفينيتي لنص قوة n، هاي بتساوي واحد زائد نص زائد ربع زائد تمن and so on. هاي عبارة عن geometric series. A فيها بتساوي واحد و R فيها بتساوي نص. خلينا ناخذ another example. لو مثلا كان عندنا السم من N بتساوي واحد للإنفينيتي لا تلاتة مضروبة بسالب خمسة قوة N، يلي هي رح تكون تلاتة ضرب سالب خمسة زائد تلاتة ضرب سالب خمسة الكل تربيع زائد تلاتة ضرب سالب خمسة الكل تكعيب and so on. هون عندنا قيمة a بتساوي تلاتة ضرب سالب خمسة يلي هي سالب خمستاش، قيمة r بتساوي سالب خمسة. قيمة r كيف احنا بنقدر نجيبها؟ نحنا فينا نقول انه r بتساوي a r قوة n زائد واحد divided by a r قوة n. A مع A رح يروحوا مع بعض، بيضل عنا R قوة N زائد واحد ناقص N يلي هي R قوة واحد اللي هي بالطابق R. إذا إحنا هيك منجيب قيمة R. فرضا إنه عنا الماتريكس اللي هي أصلا جيومتريك سيريز عبارة عن السم عبارة عن السم من N بتساوي صفر لإنفينيتي لA R قوة N. لو بدنا نأخذ S0 رح تكون عبارة عن A، S1 عبارة عن A plus AR A to the R plus لو بدنا نحكي عن S2 رح تكون A plus AR plus AR تربيع and so on. فلو بدنا نطلع SN، SN رح تكون عبارة عن A plus AR plus AR تربيع plus AR تكعيب plus AR قوة 4 لحد ما نوصل AR قوة N minus 1 plus AR قوة N. بسبب هدول النقط يلي بالنص يلي أنا مو عارفة شو هم ولا عارفة شو عددهم، إحنا ما رح تكون عنا الابيليتي إن نلاقي الليمت. So we can't find the limit بسبب هدول النقط، لأنهم هم مش موجودين، أنا ما بعرف شو قيمتهم، فأنا مو عارفة كيف التكميلة رح تكون أو شو هي هاي القيمة. خلينا ناخذ example. لو كان عنا R بتساوي R مضروبة ب SN، كيف التكميلة رح تكون؟ عنا R مضروبة ب SN يلي هي AR plus AR تربيع plus AR تكعيب plus دا 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 plus AR قوة N ناقص واحد plus AR قوة N. ولو بدنا نكمل حنقول N زائد واحد. إذا إحنا عنا SN minus R SN، يعني نحنا عنا A minus AR قوة N زائد واحد ناتج التعويض. خلينا نقول هون إنه عنا N وهاي N plus 1. إذا أنا عندي limit بده يكون في إلها حدين. ليش؟ لأنه SN خلينا نطلع قيمتها سوا شو رح تكون بتساوي. حتكون بتساوي A minus AR قوة N زائد 1. من هون لما نأخذ SN عامل مشترك رح يضل لنا 1 ناقص R، رح نقسم عليه الطرفين عشان نترك SN لحالها. فهي قيمة SN. إذا أنا عندي حالتين، إما إنها limit لما n بتروح للانفينيتي تبعت sn هتكون بتساوي يا a over 1 minus r
يلي الدومين تبعها رح يكون من سالب واحد لواحد R محصورة ما بين السالب واحد والواحد، أو إنها رح تكون divergent في حال إنه قيمة R كانت أكبر من واحد، الـ absolute value لـ R كان أكبر من واحد. هدول هم عبارة عن الدومين. إذن عشان يكون في limit وما تكون divergent تكون convergent، أنا بدي أقسم A على واحد ناقص R. R هون شرطها إنها تكون ما بين السالب واحد والواحد، بتكون divergent في حال the absolute value for R كانت greater than واحد. خلينا نأخذ سوا exercise نحله. رح يكون عندنا sum من n بتساوي صفر ل infinity لنص قوة n يلي بدينا فيه قبل شوي، يلي هو كان واحد زائد نص زائد ربع زائد واحد على تمانية and so on. الحد الأول اللي هو A، A بتمثل الحد الأول، عشان هيك قبل شوي حكينا عنه إنه 15 كان سالب 3 في 5، so A هي عبارة عن الحد الأول، و R هي عبارة عن قيمة أي حدين مقسومين على بعض. اي حدين بنختارهم وبنقسمهم مع بعض رح يعطونا قيمة R اللي هي نص. النص بنلاحظ انه اقل من واحد، اذا بنقول انه this series is convergent. ليش؟ لانه R اقل من واحد. كيف طلعنا قيمة R؟ نقسم اي حدين على بعض، يعني لو بدنا نقول نص مقسوم على ربع هتكون 4 على 2 اللي هي نص، لو بدنا نقول ربع على 2 هتكون برضو نص 8 على 4. بدنا الحدين اللي ناخدهم يكونوا وراء بعض والناتج رح يعطينا R. خلينا ناخد مثال تاني. لو كان عنا A من السم من N بتساوي صفر لإنفينيتي لنص قوة N، بس هون كان عندي A divided by 1 minus R. احنا هيك زي كأننا عم نوصل لهاي القاعدة. A قديش قيمتها؟ A قيمتها كانت واحد، واحد تقسيم نص رح يكون بيساوي اثنين يلي هو مقلوب النص اثنين. فأنا هيك طلعت هاي القيمة يلي هو السم تبع هاي السيريز الconvergent الجيومتريك سيريز. إذا بنطلع قيمة A يلي هي أول حد، قيمة R يلي هي قسمة أي حدين على بعض، والسم تبعهم هو A تقسيم 1 minus R. خلينا ناخذ مثال تاني. لو عنا السم من n بتساوي صفر للإنفينيتي لتنين قوة n، هذا شو بيساوي؟ الحد الأول واحد زائد اثنين زائد أربعة زائد ثمانية and so on etc. هون قيمة a بتساوي واحد، قيمة r هون ايش بتساوي؟ قيمة r هون بتساوي اثنين، واثنين أكبر من واحد، إذا رح تكون divergent. ليش؟ لأنه التنين أكبر من واحد، والشرط تبعنا هون إنها R بدها تكون الـ absolute value لها بده يكون أقل من واحد، غير هيك رح تكون divergent. الحد الأول هو واحد يلي هو الـ A، و R ناتج قسمة أي حدين على بعض، so 2 على 1 4 على 2 and so on، فطلع معنا 2 يلي هي أكبر من الواحد. خلينا نأخذ مثال تاني. لو كان عندنا السم من n بتساوي واحد للإنفينيتي لا 12 مقسومة على سالب 5 قوة n، الحد الأول هو عبارة عن سالب 12 على 5، الحد الثاني راح يكون زائد 12 على 125 and so on. الحد الأول هو بيمثل لي قيمة a. هلا بدنا نطلع قيمة R. قيمة R رح نقول إنها هي سالب 12 على 125 تقسيم سوري هذا الحد الثالث، عندنا هون حد ثاني هو عبارة عن 12 على 25 زائد، بنقسم أي حدين على بعض بتطلع معانا قيمة R اللي هي عبارة عن سالب 5. القيمة المطلقة للسالب 5 هي أقل من واحد، إذن رح يكون convergent. بما إنه convergent خلينا نطلع قيمته. كيف نطلع قيمته؟ رح نقول سالب 12 على 5 تقسيم 1 زائد
15 يلي هو 1 + 5 يلي هو شو رح يكون؟ 1 - 5 I'm sorry يلي هو 1 - r. القانون تبع a تقسيم 1 - r رح يكون عنا -12 × 5 / 5/6 يلي بتساوي -2 وهي قيمة هذا ال هاي السيريز. خلينا نأخذ كمان مثال. لو مثلا عنا السم من n بتساوي 1 للإنفينيتي -3 × n - 1 مقسومة على 4 × n. قيمة a شو بتساوي؟ قيمة a بتساوي -1/3 - 3/4 اللي هي بتساوي ربع. بسطناها عشان نقدر نحل، فصار عنا -3 × n مضروبة -3 × -1 مقسومة على 4 × n يلي هي بالطابق السم من n بتساوي 1 لإنفينيتي -1/3 مضروبة ب3 × 4 × n. طلعنا قيمة a يلي هي ربع. هلا بنطلع قيمة r. قيمة r بتساوي -3/4 ناتج قسمة أي حدين ورا بعض على بعض. -3/4 -3/4 محصورة ما بين -1 و1 إذن هذا convergent. بما إنه convergent إذن بنقدر نطلع قيمته. قيمته رح تكون عبارة عن A تقسيم 1 - r. A اللي هي الحد الأول، فإحنا عنا ربع تقسيم 1 + 3/4 يلي هو بيعطينا 1/7 قيمة هذا السم واللي هو مجموع. خلينا ناخذ مثال تاني. لو كان عندنا المجموع من n بتساوي 1 للإنفينيتي ل3 × n + 1 مضروبة ب4 × n. بدنا نغير شكلها عشان تصير على الشكل اللي احنا معتادين عليه، فصار عندنا السم من n بتساوي 1 لإنفينيتي ل3 مضروبة ب3 / 4 / n. A اللي هي الحد الأول بنعوض الواحد، 3 ضرب 3 / 4 رح تكون 9 / 4. R اللي هي ناتج قسمة أي حدين ورا بعض على بعض رح تكون بتساوي 3/4. 3/4 أقل من 1 وأكبر من -1 إذن هي convergent. ضل عنا إنه نطلع قيمتها. قيمتها رح تكون عبارة عن الحد الأول مقسوم على 1 - r يلي هو 9/4 مقسومة على 1 - 3/4 يلي هي بتساوي 9/4 ضرب 4 اللي هي 9. 9 هي قيمة السم اللي هي المجموع، فالفاينل آنسر رح يكون 9. آخر إشي بدنا نحكي اليوم يلي هو امتى السيريز مهمين، او احنا وين كانوا يمروا معانا قبل عشان نستعملهم. كانوا يمروا معانا بالاعداد الدورية، يعني لو كان عنا 0.49 دوري هذا شو بيساوي؟ انه رح نقول 0.49 49 49 رح نضل عم بنكرر الاربعة والتسعة. هاي بالريل it's geometric series، يعني هي عبارة عن 46/100 / 46/100 / 100 and so on. هذا أصل العدد الدوري. A فيه هي عبارة عن الحد الأول، فA بتساوي 46/100 اللي هي 0.46. قيمة R هي عبارة عن قسمة أي حدين على بعض، فرح تكون R بتساوي -1/100 أو هي 1/100. 1/100 محصورة ما بين 1 و 1 إذن هذا convergent. convergent شو يعني؟ يعني بنقدر نطلع قيمته. هذا العدد له قيمة؟ yes. رح نقول 0.49 دوري بتساوي الحد الأول اللي هو 49 مقسوم على 100 divided by 1 - 1/100 يلي رح يكون بيساوي 46/100 × 100 / 99. The final answer will be
46 divided by 99 هاي هي القيمة تبعت هذا العدد الدوري، وبنقدر دايما نحل بهاي الطريقة عشان نطلع قيمة أي عدد دوري. إذا هذا أول استخدام من استخدام السيريز، كان دايما يمرق معانا بس هاي أول مرة بنعرف إنه هيك هو عبارة عن تطبيق على السيريز. كل الأعداد الدورية رح يكونوا convergent. هيك بنكون خلصنا لليوم، إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، ما تنسوني من دعائكم، وبتمنى لكم كل التوفيق.